سيدنا محمد والله ما نزل علي والمرضية كيكمك هذه الوالدة عليك يا كريمة والمرضية قاد لكمك هذه الوالدة عليك يا كريمة تنقدموا لهم التحية الكاملة لطنجاوة كما كاينين الشمال كما داروا لنا في الاستقبال اللي هو زوين وهذا سواغدا شمال ولادة سواليوم سواغدا شمال ولادة سواليوم سواغدا طنجاوة ولادة سواليوم سواغدا طنجاوة ولادة شوف بلا ولدي صور كيمشي في المدرسة كنبقى بالجوع حتى يجي في الوجوج وأنا بالجوع ولا ما يعطينيش ناكل ما ناكلش ولا ما يعطينيش يشرب ما نشربش والله يخليك والله يربي يخليه الله يخليك وما زالش الله يربي غير واحد الاحتفال ديال 100 كرون نتمنى من الله نصبروا قول طلبوا منهم زربوا معنا الله يرضي عليكم الله يفرجكم فرحوا فاهمين لهم زربوا معنا باش نوصلوا كريم اختي 100 كا ونعملوا شي حفله ما دايره علاش الامنيه ديالي شبر ديك الدعي عرفتي علاش باش كنحس براسي رانا خدمت في ديك القناة تعبت عليا والله العظيم الأمنية ديالي حنا معاك إن شاء الله تتفوتي عبد مصطفى كيقول لي الوالد كيقول لي ولاش جبرتي ديك الدرع أنا شفت الناس كلشي إلا أنت باقا ما جبرتيش لا والله شوف إن شاء الله المليون أختي كريمة إن شاء الله يا ربي ما كرهناك شي غدا إن شاء الله يوصلوا هزوا التليفون ديال ولادكم ديال العائلة ديالكم كلشي كاين بعض الناس اللي يسولوني على النمرة ديال أخت كريمة وغيتواصلوا معها إلا كان ممكن النمرة ديالي دائما في القناة الصندوق الوصف قولي يعني مباشر في قناة النمرة ديالي 06-80-91-15-96 عاودي الو 06-80-91-15-96 مرحبا وتليفوني مفتوح 24/24 ساعة وعطيو الطاقة الإيجابية أي واحد بغى يتواصل معايا مرحبا وألف مرحبا واللي بغى يجي عندي نداري مرحبا وألف مرحبا وديما القناة ديال أخت كريمة هي أم ياسين وآدم ومازال السلام عليكم متابعينا الأوفياء كما وعدناكم هاد النهار هذا جينا رجعنا عند الاخت كريمه اكيد وما غاديش نجلسوا عندها في دارها جينا النهار هي باش نهزوها معنا ان شاء الله يا ربي ونخرجوا جميع اخت كريمه حقا محتاجه الناس بحالنا يجيو يستانسوا معها يسولوا فيها يخرجوها يهزوا بالاحساس ديالها وكلنا كريمه وكلنا مع اي اخت بحال كريمه هاد النهار عندنا حاله كريمه محتاجه لينا في هاد الوقيته اللي رحنا متواجدين في طنجه وكما عودتكم العائله الصغيره ديال ام حليمه كتعطي غير واحد المثال بسيط بزاف ديال الناس غيتعاملوا مع اي واحد قريب ليهم سواء بعيد سواء ولد مدينه الا وغيكون واحد الاحساس اللي هو زوين باش تواجد مع اخت الحمد لله واخا عندها اعاقه في الصحه الجسديه ولكن تبارك الله عليها فالدين ديالها ما شاء الله وكما عودناكم وحنا وعريستها هما دو وهما دو يخدموكم اكيد السلام عليكم بنياتي وليداتي لاباس عليكم كي دايرين كي دايرين وليداتي مع الصحيحه كل يوم راني جيت عند كريمه بنتي ويجيها الخير والرزق ان شاء الله وراه عزيزه وغاليه والله يجعل سيدي ربي يعفو عليها ورحنا جينا نوقفوا معاها وربي غيوقف اكثر كاع داكشي اللي كاين الوالده ان شاء الله والله يدق على اختنا كريمه الله يدق عليها ببر ربح ان شاء الله امين الوالده الجميع يا ربي امين يلا على بركه الله بعدا ندقوا عليها الوالده على الاخت كريمه اهلا لالا حنان السلام عليكم مشاهدين انتصار تبارك الله عليك اليوم حنا جينا عند اختي كريمه قالكم واش اخباركم راني شديت واحد البنيه هي دي هاك الشيء اللي كاين اهلا البطل ديالنا
اهلا البطل السياسيين، لاباس عليك السياسيين، هانيه ولدي الحبيب ديالي. هضرتي بعدا مع كريمه انتصار. صونات عليا انتصار وانا صونات عليا وانتصار صونات عليا. صديقه ديالها عيطت لها قالت لها رانا غنجي عندك دابا هي سحب لها راه ما جا غير سعد عندنا. ها هي الله يعطيكم الصحه. ما عرفاشي بان عريسه سمو حليمه. ايوا تحيه للمتتبعين كاملين. عريسه سمو حليمه اليوم فرحانين وناشطين. احسن عجبتي كريمه باش تخرج معنا ونفاجئوا عليها ونحاولوا اننا ديك الضحكه ما تغبرش. داكشي اللي كاين الله يعطيكم الصحه الدراري رئيسه سمو حليمه. فين هي كريمه؟ هيا السلام عليكم اخويا هانيه مزيان الله يحفظك بارك الله. اهلا الاتصال. السلام عليكم مسكينه. الله يطول عمرك بيشافيك ان شاء الله. ربي الله ينورك. ايوا ولدي الصحه هي الله يحفظك اختي كريمه بارك الله فيك. شكرا لك بزاف. انا نعطيو الكلمه الاخت كريمه اللي لقات واحد الاقبال كبير من المتتبعين ديالنا وحماقوا عليها والله العظيم. قولي يا ماما والله العظيم لا تزادونا الناس زادونا ساهل. احنا تمنينا المتتبعين كلنا يجمعوا عليك. الفرحه ديالي قسما بالله كلهم الفرحه ديالي اخوتي شنقول لكم ربي اللي عالم قسما بالله الا ربي اللي عالم. انت كنضرب تمارا في ديك القناه وانا كنضربت بها تمارا وما كنتش ما كيفاش المشاهده وبها باش كنصرف على ولادي. راه ما عنديش الا الله سبحانه وتعالى والمحسنين هما اللي كيعاونوني. راه ما عندي لا راجل لا والو. عندي وليداتي خدامه عليهم في هذه القناه. الله يجعل سيدي ربي يخليهم لك ان شاء الله. الله يرحمكم الوالدين. كنتمنى تزيدوا توقفوا معايا يعني انا راه كنعطي اكثر من جهدي وكنتمنى حتى نتوما ما تبخلوش عليا هي باش نكبر ولادي. هادشي اللي كنطلب داكشي اللي كاين باش نكبر ولادي. الوالده تطلب من المتتبعين ديالنا يزيدوا يهجموا على الاخت كريمه. وليداتي والله يعطيكم الرضا الا كانت امكم حليمه عزيزه عليكم وعزيزه بزاف وتهجموا على بنتي والله يعطيكم الرضا والله يسهل عليكم وتعاونوا معاها والله يجعل سيدي ربي يعاونكم. الله يعاونكم الله يجعل ربي يستركم ان شاء الله. الله يرضي عليكم. السلام على الانتصار. والله لا يخطيهم المتتبعين ديالنا والله لا يخطيهم كامل بيهم الله يداو عطاهم الله الصحه. ودابا ما بقى لنا غير نقولوا الحسن غنديو كريمه ونمشيو ان شاء الله. نخرجوا الساس مع بعضنا شويه فين غنمشيو؟ مع راسك كريمه فين غنمشيو انتصار؟ غادي نمشيو ان شاء الله يا ربي حبيب. راه عارفين الشماليين كامل غادي نمشيو للمرسى. ما نحرقوش المراحل انتوما ما غاديش يتعرفوا هذيك المطاع بالحق. غنمشيو مجموعين برفقه هاد العائله راهما كاملين ولبسوا الجلالم وعملوا المرحله. مشينا 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 على بركات الله. خليكم معنا دابا الجروب غيمشي كامل كلشي غيمشي معنا على بركات الله. نوضو حصه يلا حنان نوضو. بسم الله يا ربي يرحم والديكم ويرحمكم. الله يرحم والديكم الله يجازيكم بخير. لا انتم ولا هاد المتتبعين الله يوقف معاكم يا ربي. امين يا حسن. ربي هو اللي عليه الدرجه ديالكم عند الله. امين الوالد. امين 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 امين. يلاه دابا السياسيين البطل ديالنا الله يعطيك الصحه ما عندي ما يسالك. برافو عليك. الله يبارك فيك. ياسين 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 الله ياسين على بركة الله. الله يعافيك. كما كتشوفوا الاخت كريمه مسكينه جينا نواسيوها ولو غير شويه المتتبعين ديالنا الكرام. والابن ديالها مسكين هو اللي كيقوم باي حاجه كتخص بالاخت كريمه. الله يعطيه الصحه السياسي البطل ديالنا.
الله يعطيها الربا. بلا بيه ما كاينه والو. ياك الوالده. والله العظيم شوف بلا ولدي صور كيمشي في المدرسه كنبقى بالجوع حتى يجي في الوجوج وانا بالجوع. ولا ما يعطينيش ناكل ما ناكلش ولا ما يعطينيش نشرب ما نشربش. والله يحفظه والله ربي يخليه. الله يخليك سي كريم. هذا الشيء اللي كاين. دارنا غير باش نعاونوا بعضياتنا. الانسان ما تبقاش فيك الحاجه نعطي خوك خوك يعطيك حياه الا غير هذه ربي قلنا غير باش نتازوا بالعطاء الحمد لله وبالموده والرحمه بيناتنا. وحنا دابا غادي نبقاو فرحانين ما نهضرش على هذا الموضوع خليكم معنا تمشيو ان شاء الله. وديما القناه ديال اخت كريمه هي ام ياسين وادم وما ان شاء الله ربي غيكون واحد الاحتفال ديال 100 كان نتمنوا من الله نصبروا. قول طلبوا من زربوا معنا الله يرضي عليكم الله يفرجكم فرحوا فاميلهم زربوا معنا باش نوصلوا كريمه اختي 100 كان ونعملوا شي حفله ما دايره. ليش الامنيه ديالي الامنيه ديالي نشب رضيك الدعي عرفتي علاش؟ باش كنحس براسي رانا خدمت في ديك القناه تعبت عليها هذه امنيه ديالي. حنا معاك ان شاء الله تتفوتيها. عمو مصطفى كيقول لي الوالد كيقول لي ولا جبرتي ديك الدعاء انا شفت الناس كلشي الا انت لا باقا ما جبرتيش. لا والله شوف ان شاء الله المليون اختي كريمه ان شاء الله يا ربي. نكره لك شي غدا ان شاء الله يوصل لك. هزوا التليفونات ولادكم العائله ديالكم كلشي ساهموا في هذا الخير كامل. هي ما باغيه والو ما باغيه حتى حاجه الا الدعم منكم. كنت بالطقم ديالها انا كنقول انا كنطلب لا فلوس لا والو كنطلب هي تعاونوني في القناه باش تغدي انا ديك القناه هي المصدر الوحيد للرزق ديالي راه ما عنديش شي مد. برافو كريمه برافو. وانا المحسنين ما يبقاش يكون نهار يعاونك راه كل واحد عنده الظروف ديالو الله يحسن. برافو ليك. وانا ما عملتها انا بغيت نعمل الحلوى في الدار نبيع انا الناس بالحق ما قادراش ما نقدرش ما نقدرش لان انا عندي حدايا وشي حدايا بالحق. هيدا كريمه غادي يشجعوك حتى تيجي غادي راسك بان غادي تنوض الله غدا في الصباح غادي تعطي المتتبعين ضروري الفطور ديالك شنو غادي تسنى يعني كتعرف راسك بان المشاهدين كيتسناو لك الفيديو. وعلى بركة الله. ودابا غادي نمشيو ان شاء الله يا ربي ومازال غتشوفوا القصة الكاملة ديال الحادثة وكيفاش دازت هاد القصة الصراحة اللي شوية كتقاصح على هذا ولكن ماشي مشكل. حاجة اللي كتعجبني الأخت كريمة هي إيجابية وغتشدوا من الطاقة الإيجابية. ودابا الموضوع نخليه أبار. واحد النقطة بغيت نهضر عليها أخويا الحسن كاين بعض الناس اللي يسولوني عن النمرة ديال الأخت كريمة وغيتواصلوا معها إذا كان ممكن. النمره ديالي دائما في القناه الصندوق الوصف. قولي قولي يعني مباشر في قناه النمره ديالي 086-91-1596. عاودي الو 086-91-1596. مرحبا وتليفوني مفتوح 24 على 24 ساعه. وعطيو الطاقه الايجابيه. اي واحد بغى يتواصل معايا مرحبا والف مرحبا. واللي بغى يجي عندي نداري مرحبا والف مرحبا. الله يضرب الزاويه حتى هي والقسم. والله يا دار هذه ما عامره والله القسم. على بركه الله. يلا دابا تشوفوا الاجواء ان شاء الله يا ربي. ها انتم كما كتشوفوا هيا كتشوفوا مسكينه المعاناه اللي كدوز منها الاخت كريمه. شوفوا شويه عليها اخوتي الصحه شي حاجه. ايوا الصحه ولدي راه كنز والله العظيم الى الصحه شي حاجه بالله العظيم. ما تقدرش الطوموبيل ضروري من الفرق ضروري ياك ما نقدرش الطوموبيل صغيره ما كنقلش لان الراجلين ديالي ما كيتطلاوش. انا عملت واحد التحدي عندي في القناه واحد الفيديو تحدي الطوموبيل الطوموبيل صغيره بالكشايه صعيب الحال راه يعني كامل حدايا ما يمكنش ولا مشيتي اديتي عملتي لي شي حركه ماشي هذيك يقدر يعني شي عضله الانيس ديالها ياسين اليد اليمنى لا هذاك صح عندي هذاك الكبير لا شي بحال السي ياسين لا والو ياسين هو ياسين الله يعطيك الصحه ديال السي ياسين ان شاء الله علي على بركه الله نمشيو على اساس ام حليمه يلا دابا غنتقسموا شي غيرك بهكا شي غيرك بهكا صافي على بركه الله. شوما معنا ولا مع ام كريمه يلا يلا سميتها لي انتصار؟ مرقالة. مرقالة هادي؟ اي شلطيني يا باز اخي باز عليك. انا ما كنصلح لنا سميت المنطقة وسميت البلاصة. المنطقة هادي المرقالة وحنا ماشيين راه المرسى ام حليمة منورة. الله يعطيك الصحة الله يرضي عليكم. هادي المرطاقة ولا المرقة؟ انت الوالدة؟ واسمع ام حليمة شنو قال سميتي شنو هادي المرطاقة؟ المرقالة من المرقالة المرقالة. هذا هو عندك من المرقالة إلى حصان الله. هذا هو الفرنيش ديال طنجة اللي معروف هنايا عندنا في طنجة. تبارك الله زوينة. طنجة زوينة. مي كتكون الجليين
مفتوحه الطريق وكيجيو في الصيف ما تجبرش بلاصتك خاصه الطنوبر ما تهزهاش كتكون عامره خصك تجي ما كتدخلش كتبقى حتى الصباح هنايا بدير مود القهوه ديالهم كلشي باقي غنشارك تبارك الله ونمشيو دابا على بركه الله انتصار ان شاء الله انا نص الطوموبيل مازال تيتيش انتوما كما كتشوفوا دابا العائله مجموعه كامله عريسه ام حليمه الحمد لله دابا فرحانين وناشطين والشميشه تبارك الله هذا نهار كريم خرجت فيه الشمس باش تعرفوا عزيزه وغاليه داك الشيء اللي كاين الله يخرج الناس الشمال هي هذه من اختي كريمه والله غير نهار الله يجعلنا بعراقيه جركم ما تمشي يا ربي امين شنو حلال قلت له ابو عراقيه مازال مولاي عبد السلام راني شديت في انتصار دابي وين ابو عراقيه فين جاب ابو عراقيه تكلم معاه من طنجه حتى نجوجو والعرس والعرس غنعملوا لك في طنجه غنعملوا لك شمالي اه شو بغيت يا حنان صافي انا كاع قالت لك حنان بغات شي عريس يكون كيسوق الرموك واش بقى يساريها مزيان مزيانه تالي لي اخويا غديني معاها في الرمل هاك الشيء اللي كاين ما كاينش ادي واتما كما كتشوفوا المتابعين ديالنا والله الا كلها مجموعه ساريه كي دايره وطنجه غزاله تبارك الله والله الا تبرعنا اخر تبرعه ديال هذا المزيان تبارك الله الناس ديالها الله يعمرها دار الوالده الله يعمرها في العياوه والعاوده واحد السلام الحار واخا بلاصتك بقات خاويه رشيده اختي بالحق نعاودوها لك نعاودوها لك نعاودوها لك راه عزيزه وغاليه رشيده الله يحفظك اختي كريمه بارك الله فيك الله يحفظك عندك حنا تهضر فيه الضو هذا عندك كيهضر فيه الضو حنا يكون فيه المقلب داك سيريك هو ابو المقلب اه واخا عليك واخا هذا المصور ديال اختي كريمه الله يعطيك الصحه ها ولدها لا ولد ديالك هذا اه تبارك الله اخويا شي تحيه للمتتبعين تحيه للمتتبعين دخلتو محبوبه كنشكركم بزاف على حسن الضيافه اللي ضيفتونا اليوم خرجتونا معكم كنشكركم بزاف الله يحفظك اخويا بارك الله فيك مشاهدينا الكرام مدينه طنجه يا سلام المناظر الصراحة اللي هي في المستوى بلادنا زينة يا خوتي عمرو ربي ما يضيع الانسان اللي نوصف اللهم يفرح حنا نتصبر ونقول واحد الحاجه للمتتبعين ديالنا نهار فاش كنت غادي ندخل حبوبات تي في راني ما دخلنا حبوبات تي في حتى تعهدنا ما نتغادروش ولا نبقاو دائما ترون انت حنان ترون انت حنان ترون انت مشاهدين ترون انت مشاهدين هذا الشيء اللي غادي تبلبلات انا حبسوا الكاميرا دابا والله خصنا نحبسوا الكاميرا بالله العظيم انا من الله يبارك الله ترونت ترونت حنان غنحبسوا الكاميرا مش هذيك اللي تقرا مع الوالده صافي وتنشكروا الناس طنجه وفي ما كان يوم تاع هلا الحنان عينا ها يا لالا حنان السلام على رسول الله الى جل سيدنا محمد اللهم اجل علي سيدنا محمد والله ما عزل علي والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله والمرضية كيك امك وزيلي والدي عليك يا كريمة والمرضية قاد لك امك وزيلي الله يرضي عليك يا كريمة وزيلي الله يرضي عليك يا كريمة والمرضية
يعطيك الصحة. هاني ما يسالي كومون صا. مرحبا بك تاني. الحمد لله الله يخليك تتبني هو زوين في طنجة. تنقدموا لهم التحية الكاملة لطنجاوة كما كاينين الشمال كما داروا لنا واحد الاستقبال اللي هو زوين وهذه هي باش نزيدو نطلعو نزيدو نهضرو نزيدو حتى الشمال تيبغيونا. شكرا لهم بزاف. شحال الوالدة اش كتقولي في حق الناس الشماليين؟ شكرا لك اولدي الله يرضي عليهم كما كبروا بينا الله يجعل سيدي ربي يكبر بهم وفرحوا بينا وعلاونا الفوق الله يجعل ربي يعلم قامهم ان شاء الله. الناس كيبغيوها وكيحماقوا عليها والله القسم. سيدي يسمع عندي كلشي مساكن فرحانين وكلشي وكاعمين فرحانين كلشي عندهم غير رعاية دائما عيد كيفرحوا بيا. سبحان الله دائما كيفرحوا بيا فيما يجي عندهم ساكن ما كيخلوا هذا يقول لي يجي عندي وهذا يقول لي يجي عندي دائما. سهلي والله تتسالي كل خير اخاتي كريمه. كنبغيو محبات الناس ما قلنا حتى شي حاجه. داكشي اللي كاين اخاتي كريمه. هادشي غريب. اشنو فيكم عريسه سمو حليمه؟ هادشي غريب زعما حنا غريب. لا هما حتى الاجواء ديال الشمال راه ناشطين في الشعبيه والشعبيه راه كيجيهم هادشي عادي زعما. تحيه للشمال. شمال 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 يلا شو تقصوا دابا؟ شمال ولدة سوالي وسواغدة شمال ولدة سوالي وسواغدة سوالي وسواغدة شمال ولدة ديروا الحالة دابا جاو حنا نتغداو نخليو نكملو تتمات الفيديو. تبارك الله عليك اخي سعيد. مرحبا بكم تبارك الله على قناه حكومه تي في. مرحبا بك. شكرا لك اخويا تبارك الله داكشي عندكم رائع كلشي ديالكم. الله يحفظك اخويا بارك الله فيك. شوفوا متابعينا الكرام او يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام تبارك الله يا ربي تبارك الله داكشي زوين. واللي بغى المطعم ديال اخ سعيد انا غنحط لكم ان شاء الله في القناه. مرحبا وشكرا لك اخويا سعيد بزاف تبارك الله عليكم. الله يحفظك مرسى ديال طنجه. الله يحفظك مرسى ديال طنجه. الله يحفظك اخويا شكرا. ويا حفصه يا حكايه عقلي شتشدي دابا داكشي نورمال ياك. شويه من الكواليس. الكواليس الكواليس حنا مستعدين نشاركوا الكواليس مع المتابعين. هانتوما راهي نراسي لا حطيتكم بين هو معايا والله الا عرفتي عجبات الجلسه. كريمة صراحة واحد الجلسة ربي جاب لي واحد العذرية عرفتي وخليه لك اودي يا كريمة كرهتني تيتيش في العين. صراحة الناس ديال هنايا كبروا بينا وفرحوا بينا واحد الاستقبال عزازي ما كنتش شي عزازي طلعوا المدينة دابا دابا النظرية ديالها والله إلا تحية لطنجة ونبقى من العيون نقولوا راه كثير والله إلا الصراحة مشينا بزاف ديال البلايص وهذا وباقي لقينا واحد الإقبال واحد الاستقبال زويني هو في طنجة وتحية للناس باقي ما تساليتوش شي خصكم عام معانا والله ربي يخليك الحبيبة. أم حليمة كاين شي برد جات كاين شي ما هو برد نيشان ما هو على رقبتي جا ما بينو وبين ياك زوينة بقيت ليا غزالة الهواء منا وكل أم حليمة ما كليتي والو. لا ما ايوا كيف ما كتشوفوا هنايا المتتبعين تبارك الله ما شاء الله الدنيا عمره وعشنا واحد الاجواء غزاله ما شاء الله. لا اجواء زوينه والله ما غنساوها باقي غادي نعيشوا الاجواء وغادي نعاودوها برفقه رشيده ان شاء الله وحسان ولاله الدريسيه وخالتي حليمه ان شاء الله والام ديال تيتيش ولاله فاطمه وكل شيء باقي غادي نعيشوا الاجواء كبيره ان شاء الله مع محسن والزوجه ديالو وان شاء الله عبد الرحيم وباقي فاطم الزهراء وحافظ ابتسام ان شاء الله يا ربي حبيب غادي نعيش واحد الاجواء اللي هي طب 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 ان شاء الله يا ربي حبيب. امين امين امين. ويا سيد
عرف شويه اخاي عرف شويه. ناس خدامه بالنيه وصون النيه. يا 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 الحسن. هذيك هي هذيك القضيه، هاد جهه نعسه هاد جهه فايقه. ما جهه فايقه تما وصافي. ايا ياسين وتما فايقه ديال بصح. انا وهشام حنا غير وحنا انا بلاش. تبارك الله عليكم زعما. هذا هو الكلام. والله لا يخطيكم على بعضياتكم. كيف ما كتشوفوا كنعيشوا هذه الاجواء الغزاله مع العائله ديال كريمه والعائله ديال محلمه. سمره كريمه المشاهدين ديال محلمه. ربي يخليك. الشرف كنفتخر بهادو انهم عائلتي ليا الشرف قدام العالم. انا فرحانه كانت من قدام العائله ديالي. الشرف كنشرف فيكم والله العظيم. ربي يخليك. الله يطول عمركم الله يزينكم الله يسهل عليكم. ربي يخليكم ربي يعطيكم ربي يخليكم. وغادي نبقاو مع كريمه اختي وبقاو معنا ما تمشيو فين. بقاو معنا ما تمشيو فين. تبارك الله على قناه محبوبه. مرحبا بكم. الله يستر عليك. نعاودوها مره اخرى ان شاء الله. ومرحبا بكم الف مرحبا. الله يسهل عليك ويزيد الله يرضي عليك. الله ينورك سعيده ويسهلوا تستاهل الجنه ونعيمها ان شاء الله. ومتابعينا الاوفياء جينا الصراحه هذا النهار هذا كنا اختارين هذا المكان وبالصدفه لقينا السي سعيد. عجبو الحال بزاف بزاف اللي شاف في الكلمه والله ما بغيت يخلص منا قسما بالله الا عيناه. والله العظيم ما بغيت يخلص منا ما بغيت يخلص منا. وراه هذا هو واحد هذه هي اختي كريمه وكريمه بغات تهدي القناه. انا كنهدي فيها التصويرات سيدنا الله يطول عمره. وهاد 20 درهم جديده باقا ما كايناش في السوق. انا كنهديها قناه الحبيبه. الله يحفظك. عاش الملك عاش الملك. والله الا دوزنا واحد الاجواء واعره بزاف بهذا الجو الزوين ديال المرسى عند هاد الناس الله يعمرها دار. واش نقول لكم يعني زياده البساء اكيد بالحضور ديال الاخت كريمه والعائله ديالها الصغيره. وزعما راه التعبير ديال هذا الجو كيعبر على راسه بلا ما نحتاج نهضر. داك الشيء اللي كاين. كيفاش قطع بقوه قول واش يعمل شي واحد هايده. اييه داك الشيء اللي كاين. والله الا جا زوين تبارك الله. ما دار ربي شي وحده منه ندي حصان دي. تبارك الله شاء الله. المتتبعين ديالنا بزاف. هاك الشيء اللي كاين ديال الاحصاء. اللهم الوسط. ودابا وقع تقولوا مع السلامه للمتتبعين. حتى الفيديوهات ان شاء الله المقبله. وين غنفوقوا تاع الاخت كريمه؟ اييه. الاخت كريمه راه حتى هي تقريبا من العائله مسكينه تواجده في طنجه. ومشكلة دابا كريمة الصديقة ديالي قبل ما نعرف انا محبوبة ديالي راه ديجا عندي فيديو معايا راه ديجا كانت حضرت لي واحد الحفلة عندي قبل بصراحة الله يعمرها صدعة. عمرها صدعة واحد الانسان انا عمرها صدعة بصراحة الله يعمرها صدعة. الله يداويكم يا بنتي الله يرضي عليكم. الله يخطيها اخت كريمة ام ياسين وادم. كنرحب بكم في القناة ديالي ميسورة كريمة المتتبعين ديال قناة اختي كريمة قناة محبوبة تي في. الف مرحبا وكنتمناو تكونوا علينا. الله يخطيكم. هنا الا من اجل التضامن كما تنقول لكم ديما من اجل الحب ديال الوطن والملك والشعب. وعاش الملك وعاش بلادنا ان شاء الله ديما نقاو وعاش الوطن ديالنا. وغنقول لكم دابا باي 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 باي.